بسم الله الرحمن الرحيم. سأل صراحة ونختصر دكتور خالد الرقص في المناسبات. جماهير العلماء على أن الرقص مكروه. نعم. والذي يظهر وذهب طائفة من أهل العلم إلى الإباحة وذهب جماعة إلى التحريم. والذي يظهر أنه إذا لم يكن في الرقص محظور فإن الأولى تركه، لا سيما إذا كان يخشى أن يؤدي إلى مفسد. أما إذا كان الرقص من باب لعب الأطفال وفرحهم وابتهاجهم أو في يوم عيد وما أشبه ذلك فالأمر في هذا يسير.